I call upon Sandra Zamros for Latwad Lahom. اسمي سميرة محمد، ناشطة حقوقية من مركز زاغروس لحقوق الإنسان. أود أن ألفت انتباه منتدى حول أوضاع الأقليات الأكراد العرب، بلوش، آزار أو التركمان في إيران. نطلعكم بأن حجم القمع ضد الأقليات العرقية والمجموعات الوطنية في إيران مقلق جدا. المئات من السجناء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين ينتمون إلى الأقليات حاليا في سجون في إيران والحكم على العشرات حتى الموت. وتشير الإحصائيات الأخيرة أن أكثر من 140% من السجناء ينتمون إلى الأقلية الكردية في إيران، حيث يشكل الأكراد في إيران حوالي 15% من سكان إيران. واتهام هؤلاء النشطاء بالانتماء إلى الأحزاب المعارضة السياسية الكردية في جمهورية إيران الإسلامية، وإنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، واتهامهم بالدعايات ضد الدولة الإيرانية. سيد الرئيس، في إيران استمرار القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المدنيين الذين يعملون على قضايا الأقليات. محمد صديق كابودواند، مؤسس منظمة لحقوق الإنسان في كردستان إيران، ما زال سجين عمله كصحفي وناشط حقوقي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقه السلمي في حرية الرأي والتعبير، ومحكوم ب11 عاماً بالسجن. على الرغم من أن المادة 15 من الدستور الإيراني تنص على الاستخدام المحدود للغات والأبجديات للأقليات العرقية في المدارس والوسائل الإعلام بالقرب من الفارسية، ولكن في الواقع لم تنفذ جمهورية إيران الإسلامية شيئاً من هذه المادة. نطلب من المنتدى بمطالبة الحكومة الإيرانية لوقف القمع والاضطهاد والتهميش السياسي للشعب الكردي والأقليات الأخرى في إيران، والاعتراف بالحقوق الأساسية للأقليات القومية والأقليات العرقية واللغوية والدينية في إيران. ونطالب الحكومة الإيرانية وقف العنف وملاحقة الناشطين الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الأقليات في إيران، وتطبيق المادتين 15 و19 من قانون الدستوري للأقليات وتعلمهم باللغة الأم. شكراً لكم.